ايش رايك نجربها، نجرب الكرك وتقول لي ايش رايك فيه؟ اي طبعا. اوكي يلا خلينا نجربه. ولو انا غشيت واخذت قبلكم. مرحبا بالجميع بقطر تبدع. كركنا اليوم مع مغني ملحن وهو قيصر الموسيقى العربيه كاظم الساهر. كاظم شو اخبارك؟ الحمد لله. مرحبا بقطر اول شيء. احنا جدا سعيدين بوجودك هنا معنا. سعداء بوجودنا هنا دائما. احنا اكيد يعني هذا مو سر يعني ان قطر استضافت كاس العالم، وانا اول شيء احب اعرف ان هل انت مشجع كره القدم؟ انا طبعا اكيد انا كنت العب كره قدم. ما شاء الله. اي طبعا لعبت كثير بشبابنا يعني زهورنا. وخلينا نشكر قطر على هذا الابداع الرائع. خلينا نشكر قطر انه فعلا رفعت راس، يعني السعادة اللي الغامرة اللي كانت هم فيها. وحبيت فعلا أشكر منتخباتنا العربية، فعلا بدعوا، يعني فعلا كانوا رفعة رأس حقيقة. واحد يفتخر ويتباهى بهم باسمهم حقيقة. لعبوا بطريقة قتالية في الملعب ونسوا العالم، يعني كانت لحظات سعيدة حقيقة. وإحنا نشوف البطولة هاي الرائعة، يعني كانت متعة. كأس العالم متعة بصراحة. قيصر الموسيقى العربية شلون يستلهم ألحانه؟ هل هي من الحب، من الألم، ولا في اسمها تقول like resources, others resources؟ أحياناً الألحان تأتيك ما تعرف كيف، يعني هي موهبة سبحانه وتعالى يعطيك إياها. أنا من أنا صغير يعني هوايتي، إنه أنا كان عمري 12 سنة كنت يعني دخلت في هذا المجال، يعني بديت ألحن، يعني بديت ألحن القصائد، بديت ألحن، بديت أكتب الشعر، بديت بداية مبكرة جدا وألحن وأضم عندي يعني. يعني حتى من سألوني على زيديني عشق، أنا قلت لهم لحنها، أنا عمري الله يرحمه سألني نزار وبعت لي إياها، قلت له أنا ملحنها عمري 16 سنة بس، مو كلها، ملحن المذهب بس كلها. فهي موهبة. إلهامك للشعر العربي كبير، فخلينا نقول احنا يعني هل تغير الشعر العربي؟ هل شفنا تطور فيه، او هل شفنا في شيفتنج التوجه فيها؟ الشعراء المبدعين دائما موجودين، في دائما تخرج قصائد اكثر من رائعه حقيقه. ولكن اختلف يعني اللغه كانت زمان، يعني تقرا سطر على الشاب يقول لك مدافن من هذا. مثلا مرات اختار قصيده اختارها انه لازم الطفل لما يسمعها يستمتع بها بالمعنى، ايضا يجد فيها معنى قريبه، فالشيء قريب عليه. فالسهل الممتنع صعب تجده. تكلم عن الكلايمت تشينج واهتمامك بالطبيعه، وخاصه ان انت تزرع، انا عرفتها بعد ان انت اي صحيح حبك لزجرة النخيل أزول. فترات كثيرة أقضيها في من يومي في الزراعة. فترات الأكثر، الساعات الأكثر هي في الزراعة. أنا كثير يعجبني هذا الموضوع. أنا يعني أحس أن كل فنان لازم يعني له تواصل مع الطبيعة. ما في أفضل من الطبيعة، هي الطبيعة حاضنتنا كلنا. لو ما حافظنا عليها الكرة الأرضية، لو ما حافظنا عليها خلص يعني. إيش رأيك نجرب الكرك وتقول لي إيش رأيك فيه؟ أي طبعًا. أوكي يلا خلينا نجرب. ولو أنا غشيت وأخذت قبلكم. أهم شيء اللي فيه إنه فيه الهيل، هذه اللي قلتهم secret ingredients حق. حتى الشاي العراقي بدون هيل شوية صعب. أي معروف شاي أبو الهيل. هذا اللي يربطنا عندك الهيل. شاي أبو الهيل طبعاً. قيصر الموسيقى العربية، شكراً جزيلاً على وقتك. شكراً لكم. شكراً لكم. شكراً جزيلاً. يعطيك العافية. مشاهدينا شكراً لنظامكم إلينا، إن شاء الله نشوفكم في الحلقة المقبلة.